سلام البنات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم نقدم لكم اول وصفه في السلسله ديال لي كونفيتور. غنبداو ان شاء الله بالكونفيتور ديال التفاح. عندي هنا 2 كيلو البنات ديال التفاح منقيه مقطعه رقيق، وعندي هنا كيلو ديال السنيده، وعندي هنايا البنات هانتوما كتشوفوا عندي حبيبات زريعه ديال التفاح، لان زريعه التفاح هي اللي كتطلق لينا ديك الماده اللي كتسمى البيكتين، هي اللي كتخطر لينا التفاح. وعندي هنا واحد الحامضه معصوره، وعندي واحد الملعقه ديال العود باش غنبقى نخدم، وكوكوط ديال لينوكس او كوكوط عاديه ماشي مشكل. دابا ان شاء الله البنات غنبداو مع بعضياتنا. غادي ناخذ ديك التفاح، نديرو كوكوط البنات كامل، نزيد عليها البنات ديك الكاس ديال الحامض، وغادي نزيد ديك الكيلو ديال السكر. البنات راه التفاح ملي نقيناه راه كانت 2 كيلو، راه نتوما كتعرفوا كنحيدو القشره كنحيدو ديك الوسط ديالو وديك الشيء، كتبقى لنا ديك كيلو لاروب كيلو 700 بحال هكذا. دابا البنات غادي نزيد دوك الزريعه اللي قلت لكم البنات ديال التفاح. ضروري زريعه التفاح البنات هي اللي كتعطينا كتخطر لينا، دا هو السر باش كيجي ناجح لينا الكونفيتور ديال التفاح. دابا غنشعلو عليها لعافيه مهيله ونخليوها، نبداو نحركو ونخليو التفاح ديالنا كيطيب ساعدات ديال هاد الملعقه ديال الخشب، وكنبقى ونخلي دابا تسخن ليا الكوكوط. وغادي كي قلت لكم البنات راه دابا الوليدات ديالنا كيبغيو الكونفيتور، كيبغيو جاي البرد دابا الكونفيتور يفطروا به الصباح، راه كيكون الا كان طبيعي مصايب في الدار ما فيه لا مواد حافظه لا والو، راه كيبقى صحي ليهم ويفطروا به كيعطيهم لينيرجي وزوين بزاف. ما تعكزوش البنات كما كنقول لكم ديما، ما تعكزوش على الحوايج بحال هكذا. نعاود لكم البنات المقادير، عندي 2 كيلو ديال التفاح تنقات يعني بقات شي كيلو 700، وعندي كيلو ديال السكر ديال سنيده معبور، وعندي حبيبات ديال الزريعه ديال اللي كتكون عندنا لداخل في التفاح، وعندي حامضه معصوره. هادشي كلشي كنخلطوها البنات وكنديروه يطيب. واللي بغى البنات ينكه هاد الكونفيتور ديال التفاح بالفاني ينكهو بالقرفه ينكهو، اللي بغى يخليه بالطيبه ديال التفاح يخليه، انا كيعجبني يبقى بالطيبه ديالو، كيعجبنيش فيه القرفه ولا الفاني، كيعجبني تاكلي ديك النسمه ديال التفاح كتبقى فيه، بالخصوص هاد التفاح البنات اللي كتكون عنده القشره غدا مايله للحموريه. هو دابا البنات غتبدا الكوكوط كتسخن، غيبدا ديك السكر يطلق مع ديك الكاس ليد نص كاس د الحامض. شويه البنات ونعاودين ما تخدم غنعاودو نتلاقاو ان شاء الله. البنات ها هو بدا كيطلق، ملي كتشوفي النوب الاولاناش تقولي كاع ما يطلق الماء، شوفو دابا تبارك الله يطلق الماء ديالو ديك السكر مع الحامض مع، ونبقاو البنات مقابلينو وكنحركو كنحركو حتى كيطيب لينا وكينضج لينا الكوفيتير ديالنا. كيبغي شويه الخاطر تبقاي واقفه مقابلاه، مكتغفليش عليه تمشي وتخليه. انا البنات راه عندي واحد لاباري اللي كتصايب الكونفيتير، ولكن مبغيتش نخدم ليكم بها لان ماشي كلشي كيتوفر عليها. هذيك راه كديري فيها الكونفيتور السكر، كديري السكر يعني والتفاح ولا الحاجه اللي بغيتي تصايبي بها كونفيتور، وكتشدي لها امارش
بروغرامي على كوفيتير كتخلي حتى كتطفى على خاطرها كتلقاي الكوفيتير طيب ما كتحركي ما والو، هي كتحرك الراسه هي كدير كلشي الراسه. شي مره نتشاركها معكم البنات، ولكن دابا غنصايب لكم غير الطريقه التقليديه. علاش غنبغي نشاركها معكم البنات؟ حيت راه بعض الخاص كيتصادفوهم كيتباعو غير في الجوطيه، كيكونوا بثمن زعني ثمن زوين وما ما كنعرفوهمش لاش كيصلحوا، كدوزي من حداها وكتنقزيها ما كتعرفيش ديك الاله لاش كتصلح. خليو يغلى شويه وعاود نبدا نحرك عاوتاني ونتلاقاو. البنات شوفو وصلت لهاد المرحله اللي بدات تتغلى، كدير لنا واحد الكشكوشه ماشي مشكل، ولكن كنبقاو نحركو باش ما تحرقش لينا ما تلصقش لينا من التحت. المهم كنبقاو واقفين حدا شي حاجه بحال هكذا، غنحاولو نعطيو شويه التفاح ديالنا هو كذلك باش ما يبقاش طروفه هكا واقفين، حيت ما غاديش نطحنو، غادي غير نديرلو بحال هكا باش يبقى باش ملي تكوني كناكلو كنلقاو داك الطريف ما نبقاوش نطحوه من مره. ودوك الحبيبات البنات اللي كنا خبرنا ديال الزريعه ديال سميتو هانتوما راه لاحظتو راه كيطلعو الفوق تا كنسالي وكنحيدوهم تا كيطيب ويبرد كنحيدوهم، كيكونوا صافي ديجا خدموا الخدمه ديالهم همايا باش درناهم كنحيدوهم. نبقاو هكا البنات كنعطو التفاح ديالنا الا لاحظتو مبقاش غليظ كيما كان، دابا راه طايب البنات خصو غير شويه يحفظ باش يطيب لينا السكر ما يرجعش تيولي لنا يولي لينا داك السكر. الا ما طابش الكونفيتير مزيان البنات اما كيغمل اما كيرجع ديك السكر كيرجع السكر، الكونفيتير يطيب مزيان باش يتعلق. كل حاجه البنات كتبغي خاطر وكتبغي الوقت باش كتجي ناجحه. البنات غنبقى مقابله باش ما نطولش عليكم الفيديو، شوفوا عاوتاني ونعاود نرجع نوريكم النتيجه النهائيه. البنات الكونفيتير ديالنا وجد، شوفوا كي تبارك الله اللوين ديالو كي داير، مازال ملي غيبرد غيزيد يختار. هانتو شوفوا القوام ديالو مازال ملي غادي يزيد البنات يبرد الكونفيتير غادي يزيد يختار. دابا طفيت عليه هاكا توكيت خصو شي 20 دقيقه وانت واقفه معاه وكيكون واجد صحي لذيذ. تنبغي نعمرو البنات في القريعات وغنوريكم، غنخليه يبرد شويه غنعمرو شويه سخون البنات في القريعه ما نخليهش حتى يبرد كاع، غنعمرو شويه دافي وبنسد عليهم باش ديك النفس كيرجع عليهم كيتسدو مزيان. ني غنبغي نصايبو مع نور نتقاسمها معكم. البنات الكونفيتير ديالنا وهو سخون غادي نشدو دي قرعه ديال الزاج بحال هكذا صغارين غادي نعمر وهو سخون.
كتنتابوه البنات باش ما تحرقوش وهو سخون. غنحط في الارض كنعمر حتى مزيان حتى الاخير باش ما يبقاش فين يدخل الهواء. وغادي نسد بالغلاقه مزيان مزيان البنات وكنقلب. غنعاود معكم البنات نفس العمليه. هاد القريعات راهم معقمين بالمطايب وممسوحين ومنقيين. وغادي نبدا نعمر عاوتاني. وفي هاد القريعات هما بلاصهم كنقدم فيهم كونفيتير البنات ملي كنبغيو ناكلو، كيجيو فوق الطبله زوينين. نفس العمليه البنات كنعمر حتى الفم كنسد وهو طايب الكونفيتير البنات. وغادي نقلبها ونكمل العمليه. نخليهم البنات هنا يبردوا على خاطرهم. واللي غنتقاسمها معكم ملي تبرد هي هذه، هذا الشوي اللي بقى هنا. هذوك البنات بهذه الطريقه اللي وريتكم راه يقدر يبقى حتى العام ديك الكونفيتير ديك القرعه ما كيطرى له والو، صغير تكون مسدوده مزيان وبهذه الطريقه اللي قلت لكم. دابا هذه البنات ما غاديش غنخليها هكا محلوله باش تبرد، لان هذه اللي غنبدا ناكلو من غدا ان شاء الله. هادو غادي هما اللي غادي يبقاو مخبيين حتى تسالي، هذه غادي نبدا نحل وحده بوحده. البنات ها الكونفيتير ديالنا، شوفوا كي جا معلك. تبعوا الطريقه اللي قلت لكم البنات راه غيجي ناجح 100%. والطريقه لهاد الطريقه اللي وريتكم راه عمليه للتخزين ديالو، دابا يبقى هنا حتى يبرد وخبيوه. واخا ما تخبيوش في الثلاجه كيبقى مزيان، ديري غير تحت البوطاجي كيبقى مزيان، ولكن بهذه الطريقه اللي قلت لكم. وبالصحه والراحه، وكنتمنى يعجبكم. وباقي ان شاء الله غنصايب لكم وصفات الكونفيتير بزاف بنفس الطريقه، انما بفواكه اخرى. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وبارطاجيو البنات وديروا لي لايك ودعموني باش القناه ديالي تزيد القدام بكم ان شاء الله. راه عندي بزاف ما نعطيكم، نتوما تستافدوا معايا وانا نخدم فيكم الاجر. يلا البنات تبقاو على خير الى وصفه مقبله ان شاء الله.